الله ما معهم كمامات زوج شمس. بالراحة عمو اخوان يا لو سمحت الله احنا مش هذا الخوف، الخوف من داخل مصر يكون في كورونا في السيارات في الباصات في الاحتكاك بيننا وبين الشعب. اما بالنسبه احنا على غزه الحمد لله تمام. والله الصراحه انا طلع اسمي في السفر بس بديش اسافر يعني. ليش؟ لانه بسبب انتشار الفيروس يعني بديش ينتقل لي. انا عندي موعد دكتور في القاهره بس للاسف بسبب الوضع الحالي يعني مش هقدر اسافر، لغيت السفر.